اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. وحشتوني يا بنات. فيديو النهارده من الهرم التجاري فرع العليا بطريق الملك فهد. عندهم شويه حاجات شتوي تحفه، شايفين الشالات الشتوي وكمان بيجامات شتوي وحاجات تانية كتير مختلفه. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم. في حاجات كتير طبعا اللي انا صورت كان في القسم النسائي. هنا الشال الشتوي الصوف على 35 ريال، في حاجات على 45، لكن اللي في ايدي ده دلوقتي على 35 ريال. ده يا بنات على 45 ريال، وبيكون كده الموديل بتاعه على 45. ده على 35، ده غير اللي كان في ايدي التاني برضو هجيب لكم سعره. ده على 35، شايفين الموديل بتاعه جاي كده لافف من تحت. في حاجات حلوة، الخامات ممتازة، الخامات ممتازة طبعا. الحاجات برضو اسعارها، في حاجات اسعارها عالية ولكن الخامات ممتازة. ده الشال اللي كان في ايدي الاول على 35 تحفة. في شالات في بعض الاماكن على 11 ريال وكده ولكن خفيف، اما هنا اللي ب 35 تاخديه بصراحة كده كهدية للوالدة او ليكي، حاجة تحفة قيمة يعني على 35. جميل جميل جميل. اللي هو الصوف ده حلو قوي طبعا، ده برضو عجبني قوي قوي، وجيت في الاخر هتلاقوه في اخر الفيديو. انا يعني قسته عشان اشوف هو حلو في اللبس ولا لا، لان في حاجات بيبقى يعني الواحد بيبقى منبهر بيها ولكن تيجي تلبسيها ما تبقاش حلوه في اللبس، وفي حاجات ما بتظهرش غير وانتي لابساها. فهو حلو وكخامه تحفه، هو ب 94 وكموديل وكلون، بس انا ما حبيتوش في اللبس. يمكن يختلف من واحده للتانيه ولكن هو رهيب صراحة، يعني انا نفسي معجبة بيه. وده كمان تحفة، لونه حلو قوي، درجاته حلوة قوي قوي. وبالنسبة للتبطين مفيش كلام، ب70 يستاهل. ده خفيف شوية عنهم طبعا، الالوان دي هي اللي طلعت ترند من السنة اللي فاتت. هجيب لكم سعرها دلوقتي 126. لو جبتوها على شيء من على شيء ان هجيبوها ارخص من كده. في حاجات هنا على 20 ريال، شايفين الجيلي جينز ده على 20 ريال. في حاجات كتير يعني طاولة محطوطة عليها حاجات كتير على 20 ريال. هتلاقي منها قطع اطفال، هتلاقي منها قطع نسائي، هتلاقي قطع مختلفة على 20 ريال. صوف، ده صوف، ده جلي صوف نسائي حلو، ده جاكيت على 30، في منه الوان مختلفة، جاكيت نسائي بنوتاتي. هنا ده تحفة برضو على تقريبا 35، على 35 كصوف تحفة تحفة على 35. كمان درجته حلوة قوي، شايفين هيبقى في اللبس تحفة على 35. هو فري سايز واعتقد كده يعني يلبس اي حد لان هو صوف وبيوسع معاكي. هنا البنطلونات دي برضو خامتها حلوة قوي قوي على 28، بنطلونات على 28. هنا ده الستاند اللي هو فيه مجموعة حاجات كده على 20 ريال زي ما قلت. هنا برضو على 35، ده من الحاجات اللي انا قستها برضو على 35. على 35 التشكيلة دي اللي قدامنا كلها على 35. هنا برضو في الروب بالقميص على 30 ريال مخفضين. عايز اقول لكم الروب تحفة، الروب والقميص برضو تقيل مش خفيف، تحفة على 30 ريال. القطعتين حلوين تحفة، يعني اللي موجود مش كمية كبيرة، هما في الستاند في الاخر خالص قبل العبايات السوداء اللي موجود مش كمية كبيرة، ولكن الروب مقارنة بالاروب التانية اللي بشوف عليها تخفيضات، الروب هنا تحفة. الروب اللي هو الاصفر ومنه اسود او كحلي كده غامق على 30 بالقميص احسن من اللي كمان موجود في الهرم بلازا، 30 ريال تحفة. بالنسبة للبيجامات في تشكيلة من البيجامات على 49 وعلى 45. الشتوي بيبقى اغلى من الصيفي، خلي بالكم، يعني مش هتلاقي شتوي على 20 و25 انسي، فالشتوي اغلى من الصيفي. لكن في تشكيله حلوه وخامتها حلوه قوي. انا ما صورتلكوش حاجه مش حلوه، انا صورتلكو كل حاجه حلوه، يعني كل حاجه في الفيديو ان شاء الله هي حلوه، واللي يعجبك روحي واشتري كده بقلب جامد.
هنا ب49 طبعا بألوانها المختلفة، في إذا كان درجة منها بني أو أخضر زي ما شفنا كده، في حاجات حلوة. دي حلوة قوي كده، عجباني جدا. المقاسات الكبيرة هتلاقوها تحت، والمقاسات الصغيرة بتلاقوها في الاستند من فوق. كل ده شتوي. الأسعار تبدأ من هتلاقوا 40، 45، 49، وممكن فيما فوق، ولكن بتبدأ من كده. دي برضو تحفة جميلة، تبقى حلوة في اللبس ولونها حلو، في منها ألوان كتير زي ما احنا شايفين. تسعة وأربعين تسعة وأربعين طبعا في بيجامات صيفي عليها عرض، صورت لكم مجموعة منها يعني كده، ودي حلوة، دي تبقى حلوة قوي في اللبس. التفصيلة اللي هنا قدام دي كده ما بتبانش غير وانتي لابساها، بس ما كانش في منها غير لون واحد بس اللي هو البني اللي شفناه هنا على 89. على فكرة العباية تبان ان هي خفيفة ولكن هي تقيلة. القميص ده كل اللي يعدي ويشوفه على المانيكان يروح يسأل عليه، وبما فيهم انا طبعا، على 30 ريال بألوان مختلفة. لو تلاحظوا واقفين عند الستاند على 30 ريال بألوان مختلفة، وخامته تحفة على 30 ريال، خامته حلوة على 30 ريال. هتلاقوا المقاسات لحد 2 اكس. هنا مقاسات كبيرة، هنا على 35 هتلاقوا مقاسات كبيرة 6 اكس و5 اكس و4 اكس وكده. يعني احلى حاجة في الهرم بتلاقي مقاسات كتير اوي متوفرة. طبعا من حاجات الصوف التقيلة التحفة، ولكن اسعارها عاليه شويه. في حاجات مخفضه اسعارها حلوه، عاملين عليها تخفيض، ده ب126، ده ب126. الحاجات اللي موجوده عندهم نزلت حديثا يعني، لكن في استند عليه حاجات نفس كده على 50 ريال. ده الصيفي المخفض، الصيف المخفض فيه على 20 وفيه على 35، ولكن في مجموعة كتير على 20 ريال، على 20 ريال الصيفي المخفض هناك على 20 ريال. كل ده صيفي مخفض فوق وتحت. على 20 ريال مقاسات موجودة، لكن تلاقي 2 اكس كأنها لارج، كأنها اكس لارج، فخلوا بالكم من المقاسات. يعني ممكن هنا تاخدوا مقاس مثلا زيادة عن مقاسكم درجة. على 40 ريال طقم كده تلبسيه في البيت حلو. على 35 عبايات خامتها حلوة ومقاساتها كبيرة على فكرة. على 35 خامتها حلوة، ما بتكشش اللي في الاول، دي جميلة تقيلة، يعني هي بنص بس تقيلة، نص كم بس خامتها حلوة تقيلة، والتقيلة دي مش بتكش اصلا. على 48 هنا، على 48 48 حلوة الدرجة دي حلوة، ودي كمان، ولكن يعني لو ما فيهاش الاستك ده كانت بقيت افضل. على 40 في تشكيلة كبيرة برضو على 40. كل ده مخفض المفروض، يعني حتى لو الاسعار في حاجات مش عجبانة ولكن هو مخفض عندهم. حلوة دي على 54 ودي تحفة. على 47 دي عجبتني كخامة حلوة قوي قوي، في منها الوان تانية. على 47 حلوة. خمسة واربعين شايفين الالوان درجات كتير. مخمل على 87، مخمل على 87، على 87 على 49
خامة تقيلة تقيلة يعني، جميل. شايفين الألوان تحفة، 3 درجات من نفس العباية، والتلاتة أحلى من بعض، والخامة تحفة. الخامات كلها حلوة اللي أنا صورتها. على 67 طبعا. اروح الهرم، لازم اروح اشوف الطرح الجديدة اللي نزلت. كنت محتاجة الدرجة دي بصراحة، فاخدت الدرجة دي. في منها كل الالوان على 28، في منها كل الالوان، في اللون ده وفي بني، وفي منها اسود، في كل الالوان من نفس الموديل. في الاسود منها على 28، في حاجات تانية كتير كمان مختلفة، بس انا اخدت الدرجة اللي قلتلكوا عليها، كنت محتاجاها يعني في اللبس. شايفين طرح الهرم تحفة، هتلاقي خامات كتير مختلفة واسعار مختلفة، تبدأ من 12 ريال. في طرح كتير على 12 ريال، 21 ريال، 28 ريال كده الاسعار، مش كله على 28 لا، بس اللي انا اخترتها على 28، في على 12 ريال برضو، في 22. شايفين تيجي كده من الاخر طبقتين ولونين مختلفين، حلوة العبايات دي. هتلاقوا كل موديل فيه منه اكتر من لون. العبايات السوداء رغم ان هي مش بتظهر كويس عندي في التليفون، بس كنت لازم برضو اروح اشوف العبايات السوداء ايه الجديد عندهم وكده. على 79 تحفة، على 79 مع الطرحة بتاعتها، على 79 من ماركة الاختيار برضو، دي حلوة قوي قوي، جميلة في اللبس برضو. على 79، على 79 الهرم. بالنسبة للعبايات السودة فيه طبعا اسعار فوق 100 ريال، وفي 55، في 65، في 79، يعني في اسعار كتير مختلفة. مش كل العبايات هناك اسعارها مثلا في السبعينات والستينات لا، وفي حاجات فخمة جدا. شايفين مثلا دي على 94، والحاجة الحلوة على فكرة مش بالسعر اطلاقا، يعني ممكن تلاقي حاجة سعرها كويس وهي تحفة، وفي حاجة السعر مبالغ فيها ويعني ما تنفعناش وتتلبس. دي خامتها حلوة قوي، دي طبقتين حاولت ان انا اظهرها، هي طبقتين، في طبقة اطول وطبقة فوقها تانية اقصر منها، وهي كالوش يعني هي تظهر اكتر في اللبس، حاولت ان انا اظهرها بس مش هتظهر غير في اللبس. شايفين طبقتين، حتى الكم طبقتين لو تلاحظوا. برضو دي عجبتني قوي، خامتها حلوة لما تمسكيها في ايدك كده، خامتها حلوة، الكورنيش بتاعها حلو، التلت الاخير من تحت او اكتر من التلت تحفة، هتبقى برضو حلوة في اللبس. 196 طبعا غالية. دي حلوة، تسعة وتمانين، ودي برضو تحفة. ماركة الاختيار هناك فيها اكتر من موديل حلوة، 79 تحفة، فكنت عايزة اخدها بس سبتها، لكن هي جميلة صراحة. الاساور بتاعت الايد وهي كلها، ويمكن لو رحت تاني كملت تصوير يمكن ان انا اجيبها، والله اعلم يعني، ولكن انا كنت معجبة بيها. في اللي هي البني دي يعني ما شوفهاش مناسبة لطلعات هنا بصراحة.
في هنا اللي هي القمصان البيتي دي تحفه تحفه، هي بنص كم ولكن مش خفيفه، 39، 39 الوان كتير مختلفه طبعا. ده الستاند اللي هو مخفض على 50 ريال، الستاند المخفض على 50 ريال، صوف وجودته حلوه طبعا، والوانه كتير مختلفه زي ما احنا شايفين، الاسود والرصاصي والكحلي. انا شفته كده من بعيد فقلت يلا خلينا نروح نضحك عليه شويه. القميص ده حلو طبعا، هو ب74. ليه بقى 74؟ عشان الفروه اللي هم حاطينها لك دي، هل الفروه دي هتدفيكي؟ اكيد لا، ولكن الفروه هي اللي مخليه ب74. لو مفيش الفروه دي كانت اتباع ب25 ريال، انا مش شايفه انه يستاهل 74 خالص، عشان كده فضول مش اكتر رحت صورته، يمكن انا ما صورتش في قسم اللانجري. الفروات برضو اللي عليها عرض، ايوه تعالوا بقى، دي رهيبه من جوه تقيله، مقارنه بالاسعار التانية 40 ريال، لا حلوه. تايجر متهيألي ان مده التايجر يعني موجوده على طول ما بتقدمش. في الاسود دي فحسيت ان هي شويه بتشيل الوبر، ولكن في منها تاني بس ما فيهوش وبر ولا اي حاجه خالص، بس الاولانيه دي لقيتها مبوبره اكتر. في منها الرصاصي، هي مش متبطنه من جوه ولكن هي تقيله من بره، فاللي بره ده هي يعني ايه، هيدفي برضو، هيقفل الدنيا معاكي كده وانتي لابسه وهيدفي. دي تقيله جدا من بره ومن جوه تقيله، والتايجر تقيله جدا وب40، يعني الستاند هنا على 40 و50، فانا شايفه الاسعار حلوه. التايجر حلوه وتمشي خروج، ودي برضو حلوه وتمشي خروج وتمشي بيتي طبعا. وفي منها دي اخرها البيت، في ده كان ب30 ريال. تعالوا بقى هنا، قلت خليني اروح اقيس التايجر قبل يعني اشوف اخدها ولا لا، مش عارفه، انا ما حبيتهاش في اللبس بس ممكن على حد تاني تبقى احلى. القبعه بتاعها حلوه قوي، هي تقيله، هي تقيله بس انا ما حبيتهاش، يمكن لو هي اطول معايا لحد الارض عشان انا طويله، فهي لو طويله هي لحد الارض يمكن كنت حسيت بحلاوتها او بجمالها عليا، فانا ما حبيتهاش. مش كل حاجه تعجبنا ناخدها. برضو ده ما حبيتوش في اللبس، مش عارفه ليه، مع انه الاثنين اكتر حاجه انا كنت معجبه بيهم، بس مش معناه ان الحاجه انا ما حبيتهاش ان هي برضو يعني ان انتوا مثلا ما تروحوش ولا تشتروها، لا، لو عجبتكم اكيد روحوا، فممكن تكون عليكم احلى من عليا. برضو ده انا ما حبيتهوش، يمكن محتاج حد اقل شويه في الجسم. هو معاه حزام على فكره بس حسيته زي الروب، ولكن هو ب35، هو تحفه، بس انا قلت طب خليني اقيس بدل ما اروح وارجع. يلا اشوفكم على خير، فيديو خلص.